السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة اصابع البطاطس المقرمشة اللي بتدوب في البق، وبحشوة بسيطة سواء جبنة موتزاريلا او جبنة رومي المتوفر والموجود عندك. وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونسمي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بثلاث بطاطسيات وبيضة. عملنا أصابع البطاطس بطريقة جميلة ومقادير بسيطة متوفرة في البيت. شايفين شكلها؟ حطينا جبنة موتزاريلا والمتوفر عندك ممكن تحطيه، وبنحط لها كمان دقيق، معلقتين دقيق وبقسماط. بتدينا بسيطة ما بتاخدش وقت وفي الزيت وبتخلص بسرعة. ما تكوني عايزة عشاء او فطار او في اي وقت. قد ايه شكلها جميل والطعم احلى، ومقادير بسيطة متوفرة في كل بيت. الموتزاريلا شكلها جميل، تمسكي الاصابع شكلها طري ومقرمش وجميله وهتعجبك. مقادير بسيطه مش مكلفه، والمقادير كانت عباره عن بيضه وحطنا لها فلفل وشويه خل صغيرين، وادي البقسماط ومعلقتين الدقيق والبطاطس اللي احنا قطعناها قطع صغيرة عشان نسلقها، والجبنة الموتزاريلا. بعد ما البطاطس اتسلقت جبنا الهراسة وهنهرسها بالشكل ده. وبعدين هنجمعها بالاسباتيولا ونحط لها معلقتين نشا. النشا بيديلها قرمشة. وحطينا كرفس مقطعينه قطع صغيرة بيديلها ريحة حلوة. وجهزنا البيضة وعليها شوية الخل وشوية الفلفل، وحطينا معلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر بيدي لها هشاشة وبيخليها مش مكتومة. ونبدأ نحشي. هناخد من البطاطس ونحط لها، أنا كان عندي جبنة رومي على شيدر وجبنة موتزاريلا، حطيت يعني ميكس من الجبن، ونحطها في الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط. ممكن لو ما عندكيش بقسماط جاهز اي عيش فينو بتطحنيه وتعمليه بقسماط. هنعمل نفس الشكل تاني. بنعملها على شكل أصابع، نشكل البطاطس ونحط لها الميكس الجبن
وبعدين نحط الدقيق، وبعد الدقيق ننزلها في البيض، نغلفها بالبيض زي ما احنا شايفين، وبعدين ندخلها على البقسماط. عشان تتماسك بعد كده لما احطها في الزيت. كل ده بيديلها قرمشة وطعم جميل. بعدين حطيناها في التلاجة لمدة نص ساعة، وخرجناها من التلاجة عشان نبدأ نقليها في الزيت. هنجيب طاسة ونحط فيها زيت ونبدأ نحمر أصابع البطاطس المحشية بالجبن. في ناس ممكن تحشيها بلحم مفرومة، بس هي الجبنة حلوة عشان بتديلها مطة. ادي احنا شايفين شكلها في المقلاية بدأت تدي اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. شكلها بعد ما خرجت لونها جميل، والمطة بتاعت الجبنة الموتزاريلا باينة فيها ومقرمشة. يا رب الفيديو يعجبكم وطعمها كان احلى وينال على اكبر عدد من اللايكات. والى اللقاء في فيديو جديد مع مطبخ دود ابراهيم، وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا.